الرائعة الآن نشاهدها، الكل مستعد، الأجواء حماسية، مشاهد تجعلنا نتحمس أكثر لهذه المباراة، ونحن الآن في انتظار ركلة البداية فقط لمباراة ستكون في غاية الإثارة والمتعة. من يأخذ الأفضلية؟ انتظرونا في بث حي ومباشر. تحية طيبة لكم مشاهدينا الكرام من ملعب الاتحاد. معكم فارس عوض من كابينة التعليق ومتابعة لأحداث اللقاء، والطموحات عالية في هذه المواجهة. فريق الهلال السعودي في مواجهة السيتيزنز مانشستر سيتي. اليوم مع هذه الأجواء نبحث عن مباراة كبيرة، نتمنى بأن نشاهد جمال كرة القدم، نريد أن نستمتع بكل دقيقة تنقضي. مستحيل، هدف على الطاير يسجل الآن، حطها في المرمى، كرة ولا أروع، الله عليك، هدف مذهل من لاعب مذهل في نهاية مذهلة. الكرة الآن مع الفريق الآخر. يتوغل باتجاه المرمى. برناردو سيلفا. سالم الدوسري بمروة قدم الكرة. هدف التعادل ياتي، هدف العودة، هدف القسمة، يا رب على هذه الكرة. نشوف إعادة الهدف من جديد، هجمة مرتدة كانت سريعة ثم انفراد في المرمى، وبالتالي لا يمكن إهدار مثل هذه الفرص في موقف الواحد ضد واحد. رائع الهدف، إنهاء مثالي لهذه الكرة. هدف التعادل إذن، النتيجة الآن 1-1. فيل فودن. رمية تماس لمصلحة السيتيزنز. يمتلك قدرة ممتازة في قراءة التمريرات. الآن يجد الحلول بتحرك زملائه. يا سلام على التمريرة. تصدي رائع لهذه اللقطة. كرة سهلة في متناول حارس المرمى. الهلال يفقد الكرة. مانشستر سيتي يحاول استغلال أطراف. برناردو سيلفا يفكر في الخيارات اللي أمامه. التصدي هنا لم ينقذ الموقف بالكامل. افتكاك ممتاز للكرة. الحكم يعطي فرصة كبيرة عند كيفن دي بروين. تمركز سليم من اللاعب، يعترض اللقطة ويبعد الكرة. وركنية لمانشستر سيتي قد يستغلها للتقدم في النتيجة. تعامل جيد في إبعاد الضربة الركنية. الكرة بتعدي، يواجه فيها المرمى. وصلت إلى روبن نيفيز. بيرسل لك كرة. عمل جيد، لكن بتروح سهلة على حارس المرمى، وتصدي سهل في هذه اللقطة. الحكم يقرر إضافة دقيقة واحدة لهذه المباراة. الحكم يطلق الصافرة. ينطلق الشوط الثاني الآن في ملعب الاتحاد.
كرة خطيرة للتقدم في النتيجة. يا رب الكرة في المرمى، الكرة تحرك الشباك، تحرك المدرجات. شوف إعادة الهدف مرة أخرى، شوف الانطلاقة، شوف الكرة والمجهود الفردي، الخطأ على المدافعين بترك كل هذه المساحات وترك لاعب بقيمته ينطلق من كل هذه المسافة. يستأنف اللقاء من جديد على تأخر مانشستر سيتي، فهل يعودون الآن سريعاً؟ دي بروين، الكرة تقترب من دفاعات الخصم، ضغط عالي جدا في الأمام، يفعلها وينجح في المرور. كرة هدف في هذه اللحظات في المرمى، يتصدى حارس المرمى. السيتي يجري التغيير الآن، كرة تبعد من أماكن الخطر، تدخل ناجح في اعتراض الكرة، وهنا قرار وركلة حرة لمصلحة الهلال. كيفن دي بروين، تدخل رائع، يحاول أن يشكل خطورة، تصويبة في يد حارس المرمى بدون مشاكل في اللقطة الماضية. سالم الدوسري، سافيتش يتجه بعمق الملعب، فرصة للتسجيل. يا الله على الطاير، حطها على الطاير، سجلها، هدف مذهل، مهارة استثنائية، نهاية خيالية. شوف إعادة الهدف، مرور جميل من المدافع وبعد ذلك يرسلها هوائية ولا أروع تعانق الشباك. في يأس واضح على المدرب والنتيجة أيضا تنعكس على تعابير. النتيجة الآن 3 أهداف مقابل هدف وحيد، والكرة تعود إلى نقطة البداية. روبن دياز الآن عند رودري، يعاني في الحركة بسبب الإصابة، والمدرب مطالب بتبديله حتى ما تتفاقم الإصابة. مان سيتي يهاجم، الكرة رمية تماس، قرار هنا بالتغيير وبالتالي يجب الخروج والتواجد في مقاعد البدلاء. والتصويب على المرمى، والحارس يتصدى للتسديدة. ركنية إلى داخل المنطقة، ركنية ستصل يد حارس المرمى. الله على الضغط العالي، فرصة لتهديد المرمى. والآن مع آكي، أوهو ركلة جزاء، فرصة لتقليص الفارق بين الفريقين ونحن على أعتاب النهاية. ركلة جزاء مشاهدينا، فقط بدون بطاقة. أوهو حارس المرمى يتصدى بشكل ممتاز، الله على الكرة في منتهى الروعة. 4 دقائق مشاهدينا تفصل عن صافرة النهاية، لوحدة أمام المرمى، كان ممكن تشكل خطورة على المرمى. الوقت المضاف هو 2 دقيقة لهذه المباراة. رودريجو الآن عند رودري، والآن مع صافرة نهاية المباراة وفوز يتحقق للهلال مع التقدم بفارق 2، كان في أريحية كبيرة عند الجماهير وكذلك عند اللاعبين في الملعب بعد ضمان الفوز بشكل واضح. لعب مباراة بشكل جيد بصراحة، وظهر فيها بشكل لافت، وقدر يساعد فريقه على تحقيق الفوز.
ظهري بمستوى جيد، بذل مجهود كبير في المباراة، لعب دور في الانتصار اللي تحقق، واليوم بالتأكيد أسعد هذه الجماهير.